اقرب يا حاج اقرب يا كبده. تعال. الشباب اللي بحر واللي قبل يقول اللي يقول شفناه فين مكان ويقولوا لا مش حنقول لكم عليه. لغاية ما نشروه هنا في يعني ما بقيتش مصدقة أقول لا ده مش أشرف لما تغير غير الأول. الحمد لله برضه اللي هو وصل بلده ووصل بيته قلت لا ده مش أشرف. بقيت أكلم نفسي أني لي 15 سنة يعني على طول المقبل والمبحر أسأل عليه يعني ما مصدقاش اني هو ولدي جاء لغاية البكان ولغاية البيت لكن ما مصدقاش برضو ما مصدقاش اني حياجي عشان فترة طويلة اللي في بالي في الليل وفي النهار وعلى طول في بالي لو باكل في بالي لو قاعدة في بالي على طول يعني في مخي شغال لو رحت اي مطرح برضو في مخي بس قاعد فاضي شغال بس طب كنت بتشتغل يا اشرف هناك في فين كنت بتشتغل في قهاوي في القهاوي طب كان بيدوك كم فلوس على حسب هناك 35 40 طب 35 كان بتكفيك اكل وشرب ونوم بتنام ازاي طيب المكان كنت فيه كنت بتنام ازاي المكان كنت قاعد شغال فيه طب في السيدة عائشة ده كنت بتنام فين اوضه ولا تنام لا على كده ما اخر مره كنت قاعد على كده مره في امك وابوك فاكرهم لا فكرت بس مش فكرت فيهم طب ما حاولتش ترجع طيب كنت عايز بحاول ارجع طب ليه ما حاولتش ترجع طيب فين بحاول ارجع طب بطاقتك فين طيب اخي بطاقه بطاقتك فين راحت بطاقه وقعت وقعت منك رقم قومي كانت ولا رقم قومي كانت وهذا حالة المادية كويسة وهذا رجع حتى قضية عادية عشان أبويا وأمي عشان أبويا وأمي كنت قاعد من هنا وفرق في زيت ورمسيس من رمسيس هناك سهلت وبعد كده رح اشتغلت في درع دينا والله رحت هناك نزلت في المزارع هناك بعد كده قمت اشتغل وعلى كده برضه اول ما اشتغل بعد كده ارجع بالليل هنا اول ما اشتغل الصبح بعد كده ارجع بالليل هنا بس بعد كده بعد ما مشيت من سافرت جيت على هنا ومن هنا مشيت على القاهرة فما عرفتش ارجع تاني والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. احنا النهاردة في حاجر الكمير وبناء على تعليمات السيدة الدكتورة وزيرة التضامن الاجتماعي دكتورة نبينا القباج والسيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي الأستاذ محمد حسين محمد يوسف حسين وتعليمات السيد محمد حسين وكيل المديرية. احنا جينا النهاردة عشان لأخونا محمد ونشوف ايه متطلباته واحتياجاته من التضامن واحنا تحت امرهم في اي وقت واي حاجه. احنا النهارده جينا بنقدم لهم يعني كده حاجه بسيطه مساعدات عينيه جايبين لهم معانا بطاطين ومبلغ مالي وقعدنا معاهم مع الاسره برضو وشفنا امكانيه ان احنا عمل معاش للاخ محمد طبعا بعد غيابه لمده 13 عام والحمد لله بسلامته انه هو رجع. طبعا مش موجود معاه المستندات الثبوتيه بتاعته خالص ولا معاه بطاقه ولا معاه شهاده ميلاد ولا معاه رقم قومي. فاحنا باذن الله هنحاول نساعدها نحن في موضوع ان هم يتم استخراج شهاده ميلاد واستخراج بطاقه رقم قومي عشان امكانيه نعمل له معاش وهي هنحاول باذن الله
يعني نساعده في موضوع ان هو يكشف كمسيون طبي عشان طلع له فيزا كرامه بربع 150 تساعده وتساعد الاسره بعد عودته من المعاناه اللي شافها ومن التعب، واحنا معاهم في اي وقت ان شاء الله، وبنتمنى له ان شاء الله وسط اهله وسط ناسه. واحنا يعني بجد هم النهارده بنشكرهم وبنحمد ربنا ان هو عاد لاسرته ولبيته، ونشكر الأبلة زينب والحجة اللي هم عرفوا تواصلوا مع الناس وكده، والأستاذ محمد حسين أهم أخبار اسمه طبعا الرجل نشر الصورة ونشر الموضوع وكان سبب إن هو يرجع لأهله وبلده. وأنا شايف إنه النهاردة دي فرحة غامرة لأهالي الكمير وحاج الكمير لما حد يرجع ويكون غايب المدة دي كلها وما حدش عارف عنه أي حاجة، هل هو على قيد الحياة هل هو متوفي. فالناس النهاردة في قمة الفرحة كده والانبساط برجوع الأخ محمد، وإن شاء الله بإذن الله يعني يتعرض على دكاترة، طبعا الفترة اللي خدها فترة صعيبة، فإن شاء الله يبقى في الأفضل. وإحنا بنشكر كل الناس الحاضرين وكل الإعلاميين، وبارك الله فيكم جميعا.